لجنة المسابقات تجتمع السبت لمناقشة رزنامة الموسم المقبل، والهلال ينفي إقالة مدربه. نور يعود للمستشفى فجر اليوم، والفيصلي ينفي مفاوضات مدرب نجران. الخروج عن النص يطل عبر دوري أبطال آسيا، والملف الأحمر يناقش مشاركة المرأة السعودية في لندن. محصلة أنديتنا الآسيوية 22 نقطة من 36، وكأس العرب ضرورة التنظيم وإرهاق اللاعبين. في فقرة بين قوسين، مساعد العصيمي يكتب ويصف الإعلاميين أنهم إخوان الشياطين. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بأخبار شوت. ناقش برنامج الملف الأحمر مع الزميل سلمان المطويع في حلقته هذا الأسبوع عظام الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد الذي يتطلب موافقة الفيفا فيما يتعلق بالحياد في الأمور السياسية والدينية. كما تحدث البرنامج عن مشاركة المرأة السعودية في أولمبياد لندن الصيف المقبل ما بين الرفض والقبول، حيث شهدت الحلقة إثارة وجرأة في الطرح وتعدد في وجهات النظر كما تعودنا من برنامج الملف الأحمر. وتم مناقشة العديد من الأفكار المختلفة مع ضيوف الحلقة الدكتور محمد آل زلفة والمحامي خالد الببطين والإعلامية هنا علوني. عاد لاعب نادي الاتحاد محمد نور إلى المستشفى، وذلك بعد شعوره بضيق في التنفس على إثر الإصابة التي تعرض لها في لقاء الديربي أمام الأهلي الأسبوع الماضي ضمن دوري زين بعد خروجه منه، حيث غادر اللاعب محمد نور المستشفى للمرة الأولى الثلاثاء الماضي، وعاد للمستشفى للمرة الثانية فجر يوم الخميس. خرج المدرب الأرجنتيني جابريل كالديرون عن النص خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الاتحاد السعودي وبنياس، والتي انتهت لصالح الاتحاد بهدف دون مقابل ضمن دوري أبطال آسيا. وانتقد كالديرون الحكم البحريني علي حسن الذي أدار اللقاء، وتساءل هل يوجد في البحرين كرة قدم حتى يتم جلب حكم بحريني لإدارة لقاء مهم بين الاتحاد وبنياس. وفي جانب آخر، استمر مسلسل الخروج عن النص حيث شهدت مباراة الهلال السعودي مع الشباب الإماراتي عبارات خارجة عن الروح الرياضية عبر رابطة النادي، واستغرب كل من في الملعب من الأحاجيج التي خرجت عن النص من جانب جماهير الإمارات وسعيهم لاستفزاز الفريق الهلالي وجماهيره. نفى رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي فهد المدلج ما تم تداوله من خلال وسائل الإعلام بشأن مفاوضات إدارة النادي مع مدرب نادي نجران المقدوني جوكيكا، مؤكدا بأن إدارة النادي ملتزمة بعقدها مع المدرب زلاتكو الذي قدم موسمين مميزين مع الفريق، مما دعا إدارة النادي إلى التفكير جديا في التجديد مع المدرب لموسم ثالث على التوالي، نفيا بذلك جميع ما تسرب في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول نية النادي التفاوض مع مدرب نادي نجران. طرحت شركة صلة الرياضية تذاكر مباراة الاتحاد والنصر ضمن دوري زين للبيع عبر الانترنت منذ صباح اليوم الخميس وحتى الساعة 8 مساء من يوم الجمعة عن طريق موقع صلة الرياضية، وذلك بالدفع عن طريق بطاقات الائتمان ومن ثم طباعة التذكرة أو عن طريق حجز التذاكر وطباعة رقم الحجز والحصول على التذكرة من منافذ البيع. وستكون المنافذ مفتوحة لتسليم التذاكر المحجوزة يومي الخميس والجمعة من الساعة 6 مساء وحتى 11:00. وفي يوم الأحد يوم المباراة سيكون البيع متاحا للتذاكر المتبقية بالطريقة التقليدية عبر منافذ البيع بملعب الأمير عبد الله الفيصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا. معنا في الاستوديو سلمان العنقري الإعلامي المعروف والمشغول بالأرقام والإحصائيات ومسؤول التحرير بصحيفة جول أونلاين الإلكترونية الرياضية. مساء الخير سلمان. أهلا وسهلا فيك أخوي تركي، حييك وحيي المشاهدين والمستمعين الكرام. بندر رشود كاتب وناقد رياضي ومحرر بصحيفة الاقتصادية ورئيس فريق الإعلاميين الفائز بالبطولة الرمضانية اللي راحت. تحية طيبة لك أخوي تركي والفريق العمل والأخوة أو الساد المشاهدين.
اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. طبعا كل ما اشوفه لازم اذكره باللي سواه لنا اياه في بطوله الاعلاميين والاحتجاجات يفترض من روحك رياضيه هذا الشيء ما ينقال، هذا الشيء لازم ينشاف بالعين. اللي سواه بندر رشود في هذيك البطوله لازم ينشاف بالعين، واذا صار في بطوله رمضان الجاي انا اقول للناس المشاهدين تعالوا شوفوا بندر رشود وش يسوي في الملعب عشان ياخذ البطوله. بس نجحت اخوي تركي، نجحت أخذت البطولة. طبعا كل اللي يسوون زيك لازم ينجحون. الملف الأحمر يقلب أوراق مشاركة المرأة السعودية في أولمبياد لندن مع الزميل سلمان المطوية في حلقة هذا الأسبوع برنامج الملف الأحمر، برنامج أسبوع على روتانا الخليجية يأتي كل خميس الثانية ظهرا ويناقش العديد من القضايا المهمة مع أصحاب الشأن بالعادة. اليوم كان فيه ضيوف الحلقة الدكتور محمد الزلفة والمحامي خالد البابطين والإعلامية هناء علوني، وتحدثوا عن مشاركة المرأة في الأولمبياد. بالأمس كان في حديث من نواب بن فيصل تحدث عن هالموضوع وذكر أنه مشاركة المرأة راح تكون للسعوديات المتواجدين خارج المملكة، اللي كانوا هم أصلا حيشاركون يعني في يعني، لكن راح يعني يحاولوا بقدر المستطاع، أو راح مو بقدر المستطاع، يحاولوا بكل قوة أنه تكون مشاركة ضمن المعايير اللي يرتضيها الدين ويرتضيها المجتمع. وتحدث أنه هذه للي راغبات وعندهم مبادرة أنهم يشاركوا من الخارج، مش متبنين هالموضوع. سلمان، اولا هل احنا تاهلنا في كثير من الالعاب للمشاركه في الاولمبياد؟ هذا السؤال الاهم. الشيء الاخر والاهم انه اهم شيء تكون تحت ضوابط الشريعه الاسلاميه. هي اهم نقطه، اذا لم تكن تحت ضوابط الشريعه الاسلاميه انا من وجهه نظري انه ما نشارك، خاصه ان احنا تاريخنا سواء حتى على مستوى الرجال، تاريخنا في الاولمبياد كله يعني من اول مشاركه الى اخر مشاركه في كل الالعاب ما حققنا الا فضيه واحده. يعني حبكت انه النساء هم اللي بيجيبوا لنا الانجازات، هم اللي بيجيبوا لنا البطولات. اي بس انه لما يكون معيار دولي كيف تتعامل معه؟ ما اعتقد انه على كل الالعاب، لو كان معيار دولي مثل مو على كل الالعاب، بس لازم يكون عندك مشاركه نسائيه مثل ما يروج. لابد ان تكون تحت ضوابط الشريعه الاسلاميه، انا هذا من وجهه نظري. بندر، طبعا اخوي تركي انا شاهدت حقيقه اليوم البرنامج، كان برنامج فعلا مثير للجدل وكان ايضا يعني مليء بالكثير من الامور. طبعا الاخوان في البرنامج يعني تطرقوا للنواحي الدينيه والقانونيه، ولكن اللجنه الاولمبيه السعوديه يعني يجب ان تتخذ قرار، سواء قرار يعني فاصل في هذا الامر. هي اما بصريح العباره اما المشاركه من خلال ألعاب محددة مثلا كالفروسية، أعتقد أنه فيه هناك بعض المسابقات للفروسية، أعتقد هي المسابقة اللي ربما الوحيدة اللي يمكن تكون السعودية مشاركة فيها، في ظل أنه ما في أي مثلا أي ألعاب نسائية معتمدة أو أي رياضات. أعتقد أن الموضوع طبعا هو من جانب ديني ومن جانب شرعي أعتقد أنه أمر غير مقبول، ولكن في ظل أعتقد أنه في الأمر فيه إلزامية، فلذلك يجب أنه الرئاسة العامة لرياضة الشباب من خلال التواصل مع اللجنة الأولمبية أو المنظمين الأولمبيات يكون فيه حلول معقولة أو مقبولة في هذا الأمر. طيب الخبر الثاني، محمد نور يعود للمستشفى بعد شعوره بضيق في التنفس. تواصلنا مع عدد من الاعلاميين اكدونا انه يعني الحمد لله صحته جيده، لكن يبدو ان الاصابه يعني كانت قويه بما يكفي لتعيده مره اخرى للمستشفى. هو رجع المستشفى ربما بس لضيق التنفس، واعتقد حسب معلومات انه طلع مره ثانيه من المستشفى. سالنا مره قبل الحلقه تقريبا بساعه ونص او ساعتين عبد الله فلاته مثل ما قالوا للشباب في المستشفى، ذكر انه لا زال بس انه صحته جيده. تمنياتنا له بالشفاء. يعني محمد نور حقيقه يعني لاعب افتقد الاتحاد حتى في مباراه الامس اسيويا، يعني كاد الاتحاد يفشل في تحقيق الفوز لغياب عدد من اللاعبين وفي مقدمته محمد نور. غريب انه يعني ما شاء الله تبارك الله، لكن انه كيف يكمل المباراه؟ يعني المفروض اللاعب اذا شعر باي الام يطلع. في بعض الأحيان تجي بعض الإصابات يعني تشعر بألم ولكنك مع حماس المباراة ومع الإثارة تواصل. حتى في لاعبين يعني جاتهم إصابات حتى في الركبة وكانت إصابات قوية جدا، تحصل يرجع للملعب يبقى في الملعب 5 دقائق 6 دقائق بعدين يطلع. فمحمد نور ربما أنه كانت إصابته كذا. بندر، في البداية طبعا نتمنى للكابتن محمد نور الشفاء، وحقيقة هو لاعب مؤثر في الفريق الاتحادي. الإصابة بالتأكيد لم تكن سهلة، خاصة اصطدامه مع الكابتن ياسر مسليم حارس مرمى الأهلي. بالضبط طبعا حسب ما سمعنا أن اللاعب أيضا رجع المستشفى في ظل شعوره ببعض الآلام، لكن نتمنى له إن شاء الله الشفاء وأنه يتجاوز هذه الأزمة، وأعتقد أن الفريق الاتحادي يحتاجه فيما تبقى في منافسات الموسم خاصة في البطولة الآسيوية. طيب الخروج عن النص يطل عبر دوري أبطال آسيا. تحدث السيد كالديرون في المؤتمر الصحفي وتساءل هل يوجد في البحرين كرة قدم حتى يتم جلب حكم بحريني لإدارة لقاء مهم بين بنياس
والاتحاد تصريح قاسي جدا بصراحة. حقيقة في تركيا ما كان له ما يبرر هذا التصريح. شاهدنا المباراة، شاهدنا 90 دقيقة، لم تكن هناك تجاوزات من الحكم البحريني حتى في احتسابه لركلة الجزاء رغم أنها في الدقيقة 80 إلا أنها كانت ركلة جزاء صحيحة. بعدين أنه يتحدث عن الدوري البحريني أو يسخر من المسابقات في البحرين، أعتقد أنه أفضل حكم في العالم قبل سنتين أو ثلاث سنوات اللي هو بوساكا هو سويسري، وسويسرا ليست بتلك الدولة القوية في أوروبا، مع ذلك أنتجت حكم مميز. فلذلك يعني ليس هناك ارتباط أنه الحكم من دولة والدوري فيها ضعيف أنه لا يمكن أن نرى حكم مميز، بالعكس الحكم كان ممتاز حقيقة ودار المباراة بشكل مميز. سلمان، أنا مع تحفظي على أداء الحكام طبعا في آسيا، لكن صراحة غير مبرر التصريح، خاصة من المباراة ما شهدت يعني حالات يعني تستدعي أنه مثل كالديرون يخرج عن النص مثل هذا التصريح. طب دي لما يكون البلد يعني ما نتحدث عن البحرين في أي مكان وليست متقدمة رياضيا وتصدر حكام، طبيعي هالأمر مثل ما قال بندر. يعني سويسرا من أشهر البلدان في هالشيء، والآن لو نلاحظ يعني في كثير من البلدان، ربما أن إيطاليا في السنوات اللي تراجع فيها الدوري الإيطالي كان الحكام فيها من أفضل الحكام حتى على مستوى آسيا، والعكس يعني لما كان الدوري الإيطالي بارز بالعكس ظهرت فضائح الرشاوي وخلافها. يعني سلمان على مستوى آسيا يعني أعتقد أن الحكم الماليزي هو أفضل حكم، مع ذلك الدوري الماليزي هو دوري أقل من مطلوب أو أقل مستوى، والأوزبكي كذلك. طيب الفيصل ينفي مفاوضاته لمدرب نجران جوكيك. شوف تركي طبعا جميل انه يكون هناك نفي من رئيس النادي بخصوص هذا الامر، خاصه ان الدوري ما زال مستمر. طبعا المقدوني جوكيك حقيقه قدم مستويات جيده مع فريق نجران رغم ضعف الامكانيات، رغم ضعف الموارد الماليه، رغم الاحتجاجات المستمره من لاعبي نجران وامتعاضهم من عدم صرف مكافآتهم واحتجاجهم وعدم دخولهم للتمارين، الا ان فريق نجران نجح اولا في تجاوز خطر الهبوط قبل يمكن 4 أو 5 جولات من مسابقه الدوري، بالاضافه الى الآن ينافس إلى المقعد الثامن حتى يشارك في دوري الأبطال. لذلك لديه مدرب حقيقة، مدرب جيد، مدرب متمكن، بالتأكيد سيكون تحت أنظار العديد من الأندية، ولكن أيضا ليس من اللائق أن يكون هناك نادي في الدوري السعودي يفاوض هذا المدرب وما زال يعني يؤدي مع فريقه أو ما زالت البطولة مستمرة. الآن خرج رئيس نادي الفيصلي الأستاذ فهد المدلج وأكد أنه ليس هناك فوضات، فهو أعتقد أنه قطع الشك باليقين. من وجهة نظري يعني فريق مثل الفيصل عنده مدرب مثل الكرواتي داليس زلاتكو، أنا ما أعتقد أنه يفكر في جوكيكو، مع احترامي لما زلاتكو يعني يقدم، مع احترامي لما قدمه جوكيكو مع نجران، إلى أنه زلاتكو من وجهة نظري أفضل، خاصة أنه نجح على مدى موسمين وليس موسم واحد. ونجران زلاتكو الموسم هذا مش موسم يعني مع الفيصلي مش زي الموسم، لأنه افتقد البعض العناصر يعني مقمم اللي راح للتعاون. أنا من وجهة نظري أنه كان من أبرز اللاعبين في الفيصلي، ولكنه يعني استغنت عنه إدارة الفيصلي، ما أدري وش المبررات، إضافة لبعض العناصر الأخرى يعني مثل عقيل بلغيث في الفترة الثانية برضه استغنوا عنه. من وجهة نظري هذا السبب، ولكن الفيصلي الموسم الماضي ربما لضعف بعض الفرق يعني كان في المقدمة الهلال والاتحاد فقط، فلذلك كان ينافس على المراكز الخمسة الأولى. الموسم هذا احنا شفنا الفتح والأربعة اللي في المقدمة الآن، وإضافة النصر والاتحاد، فبالتالي هذا ما أبقى الفيصلي في المؤخرة. لكن وجهة نظري نزلاتكو أفضل من جوكيكو وبمراحل. طيب الخبر الأخير معنا في شوت، تذاكر مباراة الاتحاد والنصر للبيع عبر الإنترنت. نشوف الموضوع يروح يجي في مباريات على الإنترنت ومباريات مو على الإنترنت، هو في جدة فقط. أنا هذا حسب اللي أشوف أنه المباريات دائما في اللي في ملعب الأمير عبد الله الفيصل هي اللي دائما تباع عن طريق الإنترنت، ما اعتقد عن طريق صله، واعتقد لان مقر الشركه هناك وكذا والتنظيمات تكون اسهل عندهم، خاصه البوابات الالكترونيه. عند البوابات الالكترونيه في ملعب ما ركبت الا الان في قبل يمكن جولتين. طيب فبالتالي ربما في المستقبل ان نشوفه حتى في باقي الملاعب ان شاء الله. طيب في ناس تقول لك انا ما عندي انترنت، وانه يعني تترك يعني طالبين بوجود منافذ بيع، ومالك اللي تتحمل زحمه الملعب وتشتريها بالسوق السوداء باغلى ضعف السعر، وربما انها برضه مزوره بعد، وهذه الاشكاليه الاكبر يعني في تذاكر مزورة، ودائما تحدث هذه، واحنا شفناها حتى في اكثر مره، وانتم عرضتوا يمكن اكثر من تقرير انه في تذاكر مزورة عند الملاعب تباع بالانترنت. ممكن كمان تكون مزورة؟ لا بالانترنت ما اعتقد. بندر، والله ما ادري يعني هي طريقة حديثة وجديدة في الملاعب السعودية، بدليل انه
قبل كل مباراة يتم الإعلان على أنه التذاكر ستكون عن طريق الانترنت شراءها. طبعا ربما في الموسم المقبل اعتقد انه سيكون حرج اذا حاولوا يبيعونها في جميع ملاعب المملكه، في ظل انه يعني حتى شاهدنا قبل امس في مباراه او البارح مباراه الفتح والانصار لم يحضر الا 33 مشجع، يعني اعتقد انه هذا ممكن انك تفتح لهم الملعب عشان يعني يحضرون او تقدم لهم الدعوه. اعتقد طبعا هي طريقه حديثه وجديده، لكن دعوه مجانيه يعني تقصد؟ يعني يعني البارح 33 مشجع يعني حقيقه يعني حضور يعني بين قوسين يفشل صراحه في مباراه في دوري زين. البطوله العربيه، تقرير للزميل المسبر خثعمي واحمد حسن، تكلم عن البطوله هذه ايجابياتها وسلبياتها، مشارك ما شارك متابع. تستضيف بلادنا المملكة العربية السعودية بطولة كأس العرب للمنتخبات 2012، حيث ستقام البطولة في نهاية شهر يونيو والتي توافق بداية شهر شعبان، وكلنا نتمنى أن تحقق البطولة أهدافها وأن نسجل نجاحا باهرا في تنظيمها، لكننا دائما لا نتحدث عن القدرة التنظيمية لأننا نثق في قدرتنا على تنظيم أعتى البطولات، بل الحديث هنا عن التوقيت المختار لإقامة هذه البطولة، فكلنا نعلم أن شهر شعبان يأتي بعد نهاية الموسم الرياضي، أي بعد أن استنفذ اللاعبون قواهم وأصبحوا في حاجة ماسة للراحة بعد عناء الموسم الرياضي، وبالتأكيد سيصبح القائمون على المنتخبات أمام خيارين، إما أن يشاركوا بالتشكيلة الأساسية لكل منتخب أو المشاركة بالمنتخب الرديف. الخيار الأول يعني إرهاق اللاعبين وتعريضهم لخطر الإصابات وربما غيابهم عن الموسم المقبل، والخيار الثاني والذي يبدو أنه المفضل لديهم يعني احتمالية ضعف مستوى البطولة كأس العرب للمنتخبات. دائما ما يفصل بينها وبين النجاح سوء التوقيت المختار لإقامتها. مسفر الخثعمي، كرة. طيب السؤال المهم، هل وجود عشان في قيمة فنية ورياضية ولا فقط تقام لمجرد أنها تقام؟ في كل مرة عندنا مشكلة في توقيت البطولة، وفي كل مرة حتى البطولة تجيب مشاكل، يعني ما مو قاعد نكشف سلم نقول البطولات العربية يعني هي ساحة العراك اللي نشوفها دائما بين اللاعبين، لكن التوقيت اللي محطوط في البطولة طرحه الزملاء سؤال مهم، يعني اللاعبين يصير فيهم زي الموسم اللي راح وما في إجازة وبالتالي يكملون السنة الثالثة بدون إجازات، ولا يكون التمثيل ضعيف وبالتالي تكون نتائج سيئة ومنطالب باستقالة اتحادات ولا إقالة اتحادات؟ أنا أتركي من وجهة نظري أصلا البطولات العربية يعني يبحثون لها بس عن موعد من أجل إقامتها، للإقامة فقط، ما هو يبحثون عن أي يعني مردود فني أو فائدة فنية تعود على المنتخبات العربية، هذا من وجهة نظري، خاصة أنه إحنا شاهدنا حتى على مستوى الأندية دوري أبطال العرب أقيم أعتقد 4 أو 5 مرات على التوالي، كان دائما ما يحدث فيه مشاكل، يحدث صراعات، دائما ما تحدث إشكاليات كبيرة دائما بين الأندية العربية في أكثر من ملعب وفي أكثر من دولة. من وجهة نظري أنه أصلا يعني البطولات هذه مثل البطولات العربية والبطولات الخليجية انتفى الهدف منها إلا إذا كان إقامتها من أجل إقامتها، وخاصة مثل هالتوقيت يعني، ومتأكد أنا أنه قبل البطولة بأسبوع أسبوعين في منتخبات راح تقدم اعتذار عن المشاركة وخلافه، ودائما تحدث في البطولات العربية تحديدا أنه بعض المنتخبات قبل البطولة بأسبوع أو 10 أيام يعتذر، بعدين ممكن يعوضون بمنتخب إذا أمكن أن يعوضون بمنتخب آخر يجي يحضر من أجل الحضور فقط ويدعم الاتحاد العربي، أو أنه ما يشارك مكانه أحد وبالتالي يكون يوم راحة بعد إصدار الجدول في موعد مباريات المنتخب اللي انسحب. بندر، طبعا البطولة العربية دائما يذكر خلف إقامتها اللي هو الالتقاء والتجمع والاحتكاك. أعتقد أن الالتقاء والتجمع دائما يصاحبه مشاكل خاصة في البطولات العربية للمنتخبات أو الأندية، دائما ما تخرج بمشاكل عدة بالالتحامات بين اللاعبين بتصريحات متشنجة من إداري أو مسؤولي المنتخبات أو الفرق. تحديدا الوقت الذي وضعت فيه هذه البطولة أعتقد أنه وقت غير مناسب، هي سيتم تنظيمها في مدينة جدة، أعتقد أن في هذا الوقت مدينة جدة في شهر 8 قبل رمضان هتكون يعني درجة الرطوبة عالية جدا، كان يفترض أنه يتم وضعها مثلا في الباحة أو
يعني في أماكن سياحية وكذلك في أماكن تكون الأجواء فيها معتدلة أو جيدة. أيضا الآن ما زلنا الآن لا نعلم المنتخب السعودي هل سيشارك المنتخب الأول، هل سيتم إعادة المنتخب لأنه ألغي المنتخب وتم وضع الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، هل سيتم إعداد المنتخب من جديد. أعتقد إذا تم مشاركة المنتخب الأول سيكون الأمر مزعج لأن اللاعبين فعلا هم الآن مرهقين. نشاهد الآن الأندية وهي تشارك في دوري أبطال آسيا أو في الجولات الأخيرة من دوري زين هناك جملة من الإصابات للاعبين، يعني حتى وأنت تطالع المباريات تحس أن فعلا اللاعبين مرهقين يبحثون عن الراحة. في حال تم اختيار منتخب إلى أي مدى مثلا يتم تجهيزهم، ما هي المشاركات أو المناسبات المقبلة لكي يتم تجهيزهم، بالإضافة إلى أنه أيضا أعتقد أنه فيه أكثر من منتخب اعتذر عن هذه البطولة سواء منتخب أعتقد المصري أو التونسي، منتخبات قوية لها وزنها اعتذرت مبكرا عن هذه البطولة. ربما زي ما ذكر الزميل سلمان قبل انطلاق البطولة بأيام لا تجد أي منتخب فتكون البطولة مقتصرة على منتخبين أو ثلاثة. البطولة اللي راحت كم منتخب اللي كانت في مصر؟ هي دائما يشارك في مصر، كانت دورة في دورة ألعاب اللي أقيمت في مصر أعتقد في 2000 حتى في دورة ألعاب كم منتخب شارك في كرة القدم؟ أعتقد 8 إذا لم أكن مخطئ ما أتذكرها بالضبط، بس كانت مجموعة السعودية 3 فرق والمجموعة الثانية 3 فرق خلاف السعودية طبعا، بالتالي أعتقد أنها 8. طيب العدم أو المطالبة بعدم إقامة البطولة أو خلنا نقول التصريع بأنه نكتفي يعني بما أنجزت هذه البطولة، هل هذا معناته تجرد من القيم العربية، انسلاخ من الانتماء العربي ضد التجمعات العربية؟ لا، من وجهة نظري إذا كانت بتحقق فوائد وبتحقق نتائج إيجابية للفرق، يعني على مستوى الألعاب أنا من وجهة نظري أنها تحقق فوائد إيجابية جدا خاصة على مستوى كرة السلة وكرة الطائرة وحتى كرة اليد. احنا لاحظنا يعني المستوى الأداء الفني على مستوى عالي جدا وكبير، لكن على مستوى كرة القدم احنا نشوف يعني من أبرز المنتخبات العربية ومع احترامي لبقية المنتخبات تونس ومصر. تونس ومصر إذا اعتذروا عن بطولة عربية مثل البطولة والمنتخب السعودي شارك بالمنتخب من بقي في العرب، يعني مع احترامي للمنتخبات الأخرى لها إنجازاتها وكذا، ولكن يعني مصر على تونس السعودية نعتقد أن حتى المغرب يعني تعتبر من المنتخبات في المرتبة الأولى على مستوى العرب. أنت لما تقول هالكلام أحس أنه واحد مثلا وافترضنا أنه أنا كويتي ولا قطري ولا بحريني ولا عماني ولا من أي دولة عربية يقول والله شوف قاعد يتفلسف علينا يقول منتخب السعودي منتخب الأول، وأنت أمس نازل لما قرعت التصفيات الآسيوية في المستوى الثالث، يعني المستوى الثالث وقاعد تقول لسه منتخب السعودي. لا 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 لا، وانت يعني انا اقول لك انا لو واحد ماني بسعودي واسمع التعليق اقول شوف بالله قاعد يقول لي منتخب السعودي على مستوى التاريخ الثالث. انت تنظر على مستوى التاريخ وانت تنظر على مستوى لا يقول هالكلام ولا مع حق اللي يتفرج لا 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 على مستوى التاريخ لا. حتى المنتخب المصري هل المنتخب المصري الان هو المنتخب المصري السابق؟ بالتاكيد انه ما ليس المنتخب، حتى تاهل لكاس افريقيا ما تاهل، ما يحق له بعد يقول نفس الكلام هذا. بس ما جانا احد هنا مصري وقال لنا هالكلام، قال والله المنتخب المغربي احترام من المنتخبات الاخرى من منتخب مصر في الصف الاول والبقيه لا. لا، المنتخب المغربي خرج من الدور الاول في كاس امم افريقيا، لكن وجهه نظري انه تاريخيا المنتخبات الاربعه مستفز الكلام. لا والله المنتخبات الاربعه بس اتوقع انه مستفز ولا لا؟ لا والله ما هو مستفز، يعني للتاريخ بالنظره للتاريخ المنتخبات الاربع هي الاقوى، يعني مع حتى الجزائر تاهل كاس العالم الاخيره لكن ما أعتقد أنه يصل لمستوى المنتخبات الأربعة الأخرى. بندر، طبعا المنتخبات العربية تنتمي لقارتين، لذلك يكون هناك مشاكل من خلال أن يكون مشاركة أو مشاركات لقارة آسيا بينما هناك منتخبات فيها مشاركات لقارة أفريقيا، فيكون من الصعوبة التلاقي. فلذلك يعني وضع شهر 8 هجري اللي هو 7 ميلادي في ظل أنه في هذا الموسم لن يكون هناك أي مشاكل من خلال إقامة البطولة، ولكن سلمان أخذها من جانب التاريخي ولكن أيضا من جانب الحاضر أعتقد أنه لبنان والأردن والعراق إذا شاركوا في هذه البطولة فهم يتفضلون على المنتخبات العربية في ظل ارتقاء المستوى الفني اللي قدموه من خلال تأهلهم للمرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم. ما أظن يبندر يشاركون عندهم تصفيات كاس العالم. إيش تعليق أنا يعني عندهم تصفيات كاس العالم ما راح يشاركون عندهم تصفيات كاس العالم، يعني أنا من وجهة نظري المنتخبات لا 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 لما قالوا أنهم يتفضلون على البطولات العربية أنهم يشاركون أنا أيد هالكلام.
لا هو كل المستويات كل المنتخبات تفضل ايضا ولن تجد اللاعب البارزين اللي يلعبون في اوروبا للمنتخبات سواء الجزائر او المغرب او لن يشارك هذه الاشكاليه الكبرى فبالتالي انتفى الهدف من اقامه البطولات العربيه وحتى البطولات الخليجيه. طيب خليني اقول لك شيء سلمان، كم مره استضفناك عندنا في البرنامج؟ في السنة كثير وانا يشرفني دائما ثلاثة واربع مرات واحنا نتشرف فيك كثير طبعا بالتاكيد، بس انا في كل مره انت تجي في البرنامج تعرف اقول لك قبل الحلقه اقول لك ترى يا سلمان بدخل الاستوديو وبيقولوا لي اسال سلمان عن موضوع الاصفر الصغير والاصفر، وانت جاوبت كثير كثير وبرضه وانا اقول لك ثلاث مرات لا اتوقع 70 مره ممكن يمكن 71 وترى في حلقات قادمه يجي واحد يقول الناس اسال عن الموضوع، وطبعا انا ما كنت ناوي اسال عن الموضوع اليوم بس في واحد صراحه ارسل رساله رسالة مهمة يعني يقول لي تركي استاذ تركي العنقري يقول المنتخب تاريخ ولما يجي النصر ليش يخفي هالتاريخ لا تسأل هالسؤال شو المنتخب تاريخ يقول أنت تكلم عن النصر ما خفينا تاريخ هو يقول كذا أنا يعني أنا سأل. أنت تعرف عندنا إشكالية عندنا إشكالية مثلا أنت أنا كنت مدير مركز إعلامي في الهلال فخلاص لما أجي أقول أي معلومة ما هو ما يسمع منك المعلومة الإيجابية مثلا عن النصر يعني على سبيل المثال لو أكتب تقرير عن النصر ما يمكن ما حد يطلع عليه لكن لو أكتب تقرير سلبي عن النصر ممكن يجي 50 واحد يشوفونه اه انت قاعد تصير النصر عشانك هلالي وهذه الاشكاليه ترى عندنا على فكره يعني على سبيل المثال واحد يكلمني يقول لي انه انت كتبت العام ركزت على ارقام للهلال الهلال العام مكسر الدنيا بطل الدوري يعني ده السنه الشباب وش نسوي يعني يعني الشباب لما نكتب عنها اي معلومه او اي رقم ما يجي الواحد يقول لا انت شبابي الحين لا ما فيه يعني الاهلي الان لما الاتحاد يحقق ارقام ما فيها يعني هذه ارقام انا ركز عليها في الوقت اللي الفريق فيه كويس النصر للاسف يعني حتى جماهيره لو 10 سنوات ما هو بكويس الا اذا كان عاد يرى انصاره انه النصر ممتاز جدا هذا عاد امر اخر انا من وجهه نظري ان النصر ليس النصر السابق بس دائما تسال هالسؤال ومهما تجاوب برضه تسأل نفس السؤال الجمهور أصلا شوف يعني هي أطياف الجماهير حتى يعني أنا أعتقد أنه موقع التواصل تويتر وضح لك على أي مدى يفكر الجمهور يعني أنت ممكن تطرح قضية وتطرح رأي حول أمر معين يجيك واحد يتكلم عن أمر آخر تماما أنت ما تفكر فيه أبدا يعني لا أنت تقصد كذا يعني حتى على سبيل المثال أنت لما يجيك واحد تكتب رأي عن مدرب الهلال مثلا اللي هو القضية الآن الدائرة في البيت الهلالي جيك واحد يقول لك انت كنت عضو لجنه اعلام وصف للاتحاد السعودي لكره القدم ليش تتكلم عن مدرب الهلال يعني ما احنا في الاعلام في النهايه يعني ما ما في حل فاصل قصير بعد هنا نعود لمواصله الحديث في الفقره بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بضيفينا مرة أخرى سلمان العنقري وبندر رشود يتواجد معنا في هذه الليلة محصلة الأندية السعودية في آسيا تقرير الزميل عليان المسكين انتهى الدور الأول من بطولة دوري أبطال آسيا الفرق السعودية الهلال والأهلي والاتحاد اختلفت في ميزان البطولة وقدمت مستويات متفاوتة الغرابة وجدت لها مكانا في مسيرة الأندية الثلاث ففريق يكسب جميع اللقاءات ويحصد العلامة الكاملة وآخر يعطي مختلف النتائج حقها فتارة يخسر ومرة يتعادل وفي الثالثة ينتصر فريق ثالث لا يعرف سوى نتيجة واحدة في جميع المباريات ألا وهي التعادل الاتحاد استطاع خلال لقاءاته الثلاثة أن يكسب بختكور الأوزبكي بأربعة أهداف دون مقابل في جدة ثم أتبعه بالعرب القطري في الدوحة بثلاثة أهداف لهدف وأنهى الدور الأول بالفوز على بني ياس الإماراتي في جدة بجزائية نايف هزازي ليتصدر فرق المجموعة الثانية بتسع نقاط ورقم جيد من الأهداف أما الأهلي فرغم التعثر في بداية المشوار أمام الأخوية القطري بهدف خارج الديار ثم التعادل في جدة أمام سبهان أصفهان الإيراني بهدف لمثله وأخيرا كسب النصر الإماراتي خارج قواعده بهدفين لهدف ليصل للنقطة الرابعة في وصافة ترتيب المجموعة الثالثة وفي المجموعة الرابعة حيث الهلال والتعادل الذي لازمه في جميع اللقاءات
سواء كانت على أرضه كما كان لقاء بيروز الإيراني الذي انتهى إيجابيا بهدف، أو كان خارج الديار مثل ما آلت إليه نتيجته أمام الغراف القطري بثلاثة أهداف لمثلها، أو النتيجة الأخيرة أمام الشباب الإماراتي التي انتهت تعادلا إيجابيا بهدف، والمحصلة 3 نقاط في المركز الثاني. سلمان، محصلة جيدة لأربع أندية، طبعا أخذنا بعين الاعتبار الاتفاق من ضمن الأندية المشاركة آسيويا وين كان في كأس الاتحاد، محصلة جيدة ولا لا؟ أنا من وجهة نظري أنها جيدة، حتى يعني وضع الهلال اللي يعني الناس تنظر له على أنه سلبي أو كذا، أنا من وجهة نظري أن الهلال باقي له 3 مباريات، مباراتين على أرضه أمام الغراف والشباب، في حال فوزه فيها حتى لو يخسر مباراة إيران يتأهل رسميا في المرتبة الثانية، ولكنه سيقابل الاتحاد في حال الاتحاد واصل صدارته. نسخة جديدة من الموسم الماضي الدور 16 في جدة، وفي جدة ستكون مباراة واحدة. الاتحاد برضو يعني أنا ما ودي أنه يعني نصل لتفاؤل كبير جدا، الاتحاد أمام مباراتين صعبة جدا أمام بني ياس وبختكور برا ملعب. خوفتنا الحين، الحين الهلال الهلال 3 تعادلات ووضع جيد، والاتحاد 3 فوز ووضع يخوف. خلنا نكمل لك أنه ما ياخذ الصدارة والتاهل الاتحاد إن شاء الله خلاص. أنا أتكلم يعني عن الصدارة. الصدارة في حال خسارته لا قدر الله أمام بني ياس أو بختكور، على أنه نتمنى أنه ما يتقابلون ناديين سعوديين عشان يتأهلون للمرحلة الثانية يعني ناديين إن شاء الله، لكن في حال أنه خسر الاتحاد خاصة من بني ياس ربما يتعادل مع بختكور وبالتالي يكون في المرتبة الثانية. والاتحاديين ما يهمهم طبعا، يهمهم الصدارة. أنا يعني أنا كمشجع اتحادي ما يعني إذا قابل نادي سعودي ولا أبغى أروح الأول ولا ألعب على أرضي. نعم، الأهلي من وجهة نظري أنه برضو وضعه نفس وضع الهلال بالضبط، يعني عنده مبارتين أمام النصر الإماراتي والأخوية في جدة، في حال فوزه فيها يتأهل دون النظر للمباراة الأخيرة أمام الفريق الإيراني. كثاني يضمن الثاني. نعم. طيب لأنه 4 نقاط وستة 10 نقاط الفريقين الآخرين ما أعتقد أنهم يوصلون ما يقدرون يوصلونها. لأنهم الآن هم 3 وفي حال خسارته في مباراة واحدة راح يوصل 9. الاتفاق متأهل بالتأكيد، يعني في بيل المالديفي ومباراة في الدمام يفوز فيها الاتفاق يصل للنقطة 10. يعني أنا من وجهة نظري، وحتى الكويتي رغم أنه تعافى قليلا وفاز على العهد اللبناني في لبنان بالأربعة في الجولة الماضية، من وجهة نظري أنه جميعهم يستطيع أن يكسبهم الاتفاق. رحلة سعودية آسيوية جيدة بندر ولا لا؟ طبعا يعني يجب أن نأخذ كل فريق على حدة. أخذ كل فريق على حدة. الاتحاد أعتقد أنه يعني جاب العلامة الكاملة، أعتقد أنها ليست محصلة جيدة بل محصلة ممتازة. الاتحاد ما يميزه حقيقة أنه إذا لعب خارج أرضه يكون أكثر قوة وأكثر عنفوان، يعني عندما يعني شرس، يعني شرس مصطلح الكابتن علي كميخ. فمثلا إذا ذهب إلى سيب الخير أبو تركي أوزبكستان أمام بختكور أعتقد، وأيضا بني ياس سيكون يعني فريق قوي وأعتقد أنه سيستطيع أنه يعود بنقاط المباريات، فلذلك أعتقد أن الفريق الاتحادي يعني أنجز المهمة يعني إلى حد ما بشكل ممتاز. سلمان يقول أنه الفريق الاتحادي خلص بس الآن الحديث هو أول ولا ثاني؟ أول ولا ثاني ولا 100% ولا خلص التأهل؟ لا هو شوف يعني عنده مباراة أعتقد الفريق العربي القطري أو الريال القطري في العربي المباراة الجولة الأخيرة في جدة، ولكن المباراتين المقبلة بني ياس في الإمارات أيضا الفريقين سيتصادمان مع بعض، أعتقد المحصلة طيب ستكون أو كم يحتاج الاتحاد عشان يصل يضمن الصدارة؟ والله إذا هو يبحث عن الصدارة لابد أنه يفوز في كل مباراة. أي بس أقصد الحد الأدنى من 9 نقاط كم يحتاج؟ 6 إلى أن ينظر إلى نتائج الفرق الأخرى، ممكن أنه 3 يعني أعتقد تكفيه. أو يتعادل مع منافس اللي هو بني ياس إذا فيه تعادلات أو خدمته لنتائج الفرق الأخرى. بالنسبة للفريق الأهلي أعتقد أنه محصلة جيدة حقيقة، في ظنه حصل 4 نقاط من 3 مواجهات، كانت المواجهة الأخيرة هي الفوز خارج الديار. طبعا الفريق الاتفاقي المجموعة أعتقد رغم أن مباراته كانت صعبة أمام العهد في الشرقية واستطاع أنه يتعادل بشق الأنفس، إلا أنه من خلال الكويتي أبو بيل الفريق الأخير كان يعني 7 نقاط، أعتقد أنه أمر ممتاز للفريق الاتفاقي وتقريبا ضمن صدارة المجموعة وأيضا التأهل. بالنسبة للفريق الهلالي أعتقد أن الأمر مقبول، ما زالت الأمور كمركز ثاني في يد الفريق الهلالي رغم أنه لديه الآن 3 نقاط، الغرافة وفريق الشباب الإماراتي يمتلكان طيب كل منهم على 2. أعتقد أن الأمر مقبول للهلال، ولكن إذا حب الفريق الهلالي أنه يبقى في هذه البطولة ويحافظ على حظوظه كفريق ثاني أنه يحسن من أدائه في المباراة المقبلة وأنه يتجاوز بعض المشاكل الفنية التي عانها في المباراة 3 الماضية. طيب الاتحاد في إمكانية أنه يأخذ الصدارة بسهولة يعني نقطيا، الأهلي والهلال عندهم فرصة أنهم يحصلوا على الصدارة؟ الهلال لابد أن يفوز
في جميع مبارياته على أن يتعثر الفريق الإيراني. كم الفارق بينهم 4 نقاط، الفريق الإيراني 7 نقاط والهلال 3 نقاط. حتى لو الهلال كسب الإيراني، الهلال يصل للنقطة السادسة والإيراني 7، لابد أن يتعثر الإيراني بتعادل سواء مع الغرافة أو الشباب. تعثر واحد بالجوة. الفريق الإيراني وفوز الهلال ب3 مباريات القادمة كفيلة تجعل الهلال في الصدارة. نعم، الأهلي عنده 4 نقاط في حال فوزه في جميع مبارياته يأخذ الصدارة 3 مباريات. طيب يعني في فرصة إنه الأندية السعودية تروح للصدارة، يعني مو بس الاتحاد النادي يكون النادي السعودي الوحيد يحصل على الصدارة. أنا أعتقد إنه فوز الهلال وتعثر أي تعثر الإيراني يعطي الهلال الصدارة. نعم. فوز الأهلي بباقي المباريات يعطي الصدارة. أي لأنه الأهلي 4 نقاط في حال فوزه في 9 بيصير 13 نقطة، الفريق الإيراني حتى لو حصل على 6 نقاط من المباراتين الأخرى بيصير 13 نقطة، ولكن الأهلي يتصدر بفارق أفضلية نتيجة الفريقين ومواجهات مباشرة مع بعض لأنهم تعادلوا في المباراة الأولى وفاز الأهلي إذا افترضنا فوزه في الثانية. أوكي، والهلال؟ الهلال حتى لو يفوز في 3 مباريات وبالتالي يصل للنقطة 12، الفريق الإيراني يفوز في مباراتين يصل للنقطة 13، لابد أن يتعثر الفريق الإيراني بتعادل سواء مع الشباب في الجولة الأخيرة. وتكون مباراة الهلال مع الأولى تعادل والثانية مفترض أن الهلال كان فايز فيها؟ لا لا، هو أصلا بيصير 11 نقطة في حال تعثر، لن يصل ل 12. ما أفهم كثير في الأمانة، خلينا نشوف أزمة الهلال النفسية آسيويا حقيقة أم كذب. ماجد القحطاني. لا شيء يقلق الهلاليون هذه الأيام أكثر من سوء العلاقة المستمر بين فريقهم وبطولة دوري أبطال آسيا، البطولة التي يظهر فيها الهلال على غير عادته هشاً متواضعاً تقبل شباكه الأهداف بسهولة كبيرة. 12 سنة حتى الآن هي المدة التي تفصل الزعيم عن آخر بطولة آسيوية استقرت في أدراجه عام 2000، مدة يعتبرها الهلاليون كبيرة للغاية استناداً للإمكانيات العالية التي يمتلكها فريقهم. لم تكن مشاركة الفريق في نسخة المسابقة الجديدة هذا الموسم مختلفة عن سابقاتها، فقد فشل في إحراز أي فوز حتى اللحظة من 3 مباريات لعبها خرج منها ب3 نقاط فقط حين تعادل فيها جميعاً. وليس أكثر من القلق الهلالي حيال سوء علاقته بالبطولة الآسيوية سوى التعليلات الكثيرة حول ذلك، فمن تعليل أول يحمل الأزمة النفسية ما يحدث إلى ثان يرى أن خطوات التغيير في الهلال ثابتة حين تتسارع خطوات التغيير في الأندية الآسيوية المنافسة، إلى ثالث ينفي وجود الأزمة النفسية ويرجع تعامل المدربين السيء مع دور المجموعات لتعثر الهلال في المحفل الآسيوي. مهما تكن التعليلات غامضة إلا أن الواضح والجلي هو معاناة الهلال مع دوري أبطال آسيا. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. طب قبل ما نتكلم هنا عن الهلال والآسيوي، في خبر يعني شيء بشيء كلفت إدارة نادي الهلال، هذا عندكم في جول أونلاين بصورة رسمية نيتها إقالة تشيكي إبن هاسك مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد أن سرت شائعات واسعة في السعودية حول إقالة المدرب إقالة إدارة المدرب تشيكي بعد تعادل فريق الهلال أمام الشباب الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في الجولة الثالثة. أبدأ معك سلمان هالموضوع. هو النفي طبعا أمس لأنه طلعت بعض الشائعات حول الإقالة، وإحنا مصادر نتأكد إنه ما في أي إقالة بعد المباراة. بالنسبة للتقرير، بس عندكم زيادة في الخبر هذا شوي في جول أونلاين. من مصادرنا طبعا تحدثنا عن انه في خلاف بين طبعا في، وهذا الواضح اصلا يعني، وحسب ما اعرف انه يعني لاحظ مباراه النصر ومباراه الغرافه يعني كانه ما في اي التقاء بين سامي الجابر شو ما في التقاء؟ يعني في خلاف واضح يعني سامي الجابر في كثير من المباريات تشوفون على الشاشه يعني شفتوه حتى من الملعب يعني نقلنا اكثر حتى الموجودين على ارضيه. ايش الاشياء اللي شفتوها في ارضيه الملعب؟ يعني مباراة بيروزي يعني كجول أونلاين، إيش اللي شفتوه في أرضية الملعب وأشعركم إنه في خلاف بين سامي وبين المدرب؟ مباراة بيروزي الإيراني لما هيسك طلب عبد اللطيف الغنام، هو كان يسخن وراء المرمى، سامي الجابر كان يشير له لا وهيسك يقول له لا تعال، هذه إحدى العلامات الواضحة. إيش المشكلة طيب يعني لما سامي الجابر يعني يكون يعطي تعليمات مخالفة للي قاله المدرب؟ طبعا هو ربما أنه ما انتبه للمدرب وشيء، فكان يأشر لعبد اللطيف الغنام أنه لا أبقى في الصخ والمدرب يشاور له أنه تعال. في النهاية سامي الجابر يعني زي اللي رجع للدكة خلاص، أنا يعني زي اللي أنا وش دخلني في الموضوع. هذه كانت واضحة مباراة فيروز الإيراني أنه مشاركة عبد اللطيف الغنام. وبعدها إيش صار؟
هذه أبرز الأشياء. مجرد أنك تشوف مثل هالأمر، سامي الجابر كان في كثير من المباريات يوجه دائما، يصل حتى خط الملعب ويوجه اللاعبين ويتكلم. في المباريات الأخيرة حتى بالتحديد بعد مباراة بيروزي، ربما سامي الجابر أنا من وجهة نظري يمكن ما شفت ولا لقطة أنه وقف ووجه أو شيء. طيب هذا بالنسبة للهسك، بالنسبة للهلال، بالنسبة للهلال والآسيوية. الهلال والآسيا أول شيء التقرير أنت عام 2002 الهلال خذ كأس آسيا أعتقد في شهر مارس. الهلال والآسيوية من وجهة نظري الهلال في النسخ الثلاث الماضية طبعا ما خرج من الدور المجموعات. الهلال كان يتأهل أول مجموعته عدا في العام الماضي، تأهل ثاني مجموعته والتقى الاتحاد في ثمن النهائي وخرج. من وجهة نظري أنه الهلال مع كثرة الضغط الإعلامي وكثر حتى ألبس الهلال ثوب المحلية، يعني بأنه أكثر نادي حقق بطولات خارجية حتى على مستوى آسيا إلى الآن، لا زال رغم أن الأندية الكورية تحقق بطولات، سامسونج وسيونغ نام وبوهانغ تحقق بطولات، إلا أنه الهلال لا زال في الرقم واحد لأنه ست بطولات آسيوية. لكن الهلال ألبس، وربما أنه حتى إدارته حتى القريبين من الفريق باتوا يضغطون على اللاعبين، واللاعبين يدخلون في ضغوط نفسية غير طبيعية في المباريات الآسيوية، علما بأن من وجهة نظري أنه البطولة الآسيوية ليست بتلك القوة اللي تحتاج تحضير معين وإلى آخره. هي في دوري المجموعات حتى لو تخسر مباراة أو تخسر مباراتين ربما أنك تتصدر مجموعتك، ربما أنك تتأهل، خاصة في النظام اللي حيكون الذهاب وياب في دور ثمن النهائي بروح بيختلف الوضع تماما. أنا هذه وجهة نظري أنه الهلال ضغط عليه بشكل غير طبيعي، وحتى الأندية الأخرى يعني على سبيل المثال الهلال من 2006 وهم يتحدثون عن هالأمر الهلال ما أخذ آسيا، حتى أن الهلال وصل نصف نهائي كأس العرب وضحى بالمباراتين ولعب راح لاعبيه علشان يفوز بكأس ولي العهد ويلعب كأس آسيا من كثر الضغوط عليه من 2006، بينما هم حقق بطولة 2002. بينما خلنا أقول لك مثال، نادي الاتحاد الآن حقق كأس آسيا عام 2005 آخر مرة، يعني الآن إحنا في السنة كم؟ السابعة، ومع ذلك كل سنة يشارك الاتحاد الحديث في الإعلام وحتى الحديث عند أي أحد، حتى إحنا لما تكلمنا عن الاتحاد والعلامة الكاملة وهو الاتحاد صح؟ علمنا أن الاتحاد له 7 سنوات محقق البطولة، ما في أي ضغوط على الفريق، بينما الهلال من ثالث سنة. ما أدري وش وجهة نظر حتى الناس اللي يعني أنا أقول لك في سألت مرة السؤال هذا لأحد الزملاء الأمين، قال لي إنه منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد في أول يوم تولي لرئاسة نادي الاتحاد ذكر سأصل بالاتحاد إلى العالمين وسأحقق البطولة، حقق هذا الهدف، إدارة الهلالية تعلن ترغب في تحقيق هذا الهدف وما تحقق وهذا اللي سبب الضغط. يعني إدارة نادي الهلال هي السبب. إيه جزء من تعليقه كان كذا. لا من 2006 هالكلام، محمد بن فيصل كان هو الرئيس في 2005 وكان في 2006، بالعكس محمد بن فيصل لما ترأس النادي قال أنا لن أحقق بطولات ولكن سأبني فريق، حقق الثلاثية في أول موسم. صحيح. وحتى بعطيك أرقام بس عشان تعرف إن في بعض المفاهيم ترسخ. يعني على سبيل المثال الأهلي ما حد يتحدث عنه إنه مثلاً أخفق أو نجح آسيويا. آخر 15 مباراة ما فاز إلا 3 انتصارات جميعها على الأندية الإماراتية. يعني أنا حتى سجلت 15 مباراة في آسيا. في آسيا وخسر 7 مباريات. الشباب بقول لك في اخر 3 مشاركات اللي هو 2009 10 11 طبعا الموسم هذا ما شارك الشباب، لعب 23 مباراه فاز في 11 وخسر 8. بجي لك للاتحاد، الاتحاد اخر 3 مشاركات لعب 29 مباراه في كم في اخر 3 مشاركات اللي هو 9 10 11 بدون الموسم هذا طبعا فاز في 14 وخسر 7. نجي للهلال اللي هو عنده عقده وما يقدم وهو الى اخر، لعب 25 مباراه فاز في 13 وخسر 6، يعني هو اقل فريق خسائر في الانديه السعوديه اولا وفاز 13 من 25، الاتحاد فاز 14 من 29. هذه آخر 3 مشاركات آسيوية 9 10 11 قبل الموسم هذا اللي الآن ما بعد انتهى، بحيث أن طيب إذا الأرقام كلها كذا مع الـ هو المشكلة عندنا بعض المفاهيم اللي ترسخ حتى وهي ما هي بحقيقية، وحتى هذه مثل ما قلت لك قبل شوي عن التويتر، يعني بعض الناس لما أنت تجي تقول له معلومة هو مسلم بمعلومة أخرى تماما، فخلاص أنت عنده أنك لا ما صحيح، أنت تكذب، أنت إلى آخره، هو مسلم معلومة مختلفة تماما. برجع لك طيب من دون ما خلنا ناخذ راي بندر، الهلال والآسيوية عقدة ولا مبالغة بس؟ لا هي مش ما تصل ان شاء الله مرحلة عقدة، لكن هي ايضا هي ابدا نقول انها فعلا اعترفنا مشكلة نفسية عند الهلاليين، ذكرت انت اخوي تركي وفعلا حتى الامير عبد الرحمن بن سعد اكد في اكثر من مناسبة ان هدفنا هو الآسيوية والحصول على اللقب الآسيوي، لذلك الجماهير الهلالية تطلب من الفريق تحقيق البطولة الآسيوية، اللاعبين، الأجهزة الفنية، الأجهزة الإدارية، كل يبحث عن البطولة الآسيوية وكيف يستطيع الهلال الخروج من هذه البطولة من خلال تحقيقها، فإذا هناك
هناك يعني شحن كبير في الفريق الهلالي، ربما يمكن أيضا بفضل التنافس التقليدي بين النصر والهلال، وأيضا ربما يعني كثير من شوف حتى الأهازيج الجماهيرية بين الفريقين، هناك النصراويين يتفاخرون بالوصول للعالمية عام 2000 بينما الهلاليين لم يستطيعوا أن يلعبوا في بطولة عالمية، فلذلك أيضا هذا ما ولد كثير من الشحن لدى الهلاليين. أصبحت البطولة الآسيوية مشكلة نفسية حقيقة في هذا الموسم تحديدا، والهلال يقابل الفريق الشباب الإماراتي وفريق الغرافة القطري، مع احترامنا لهؤلاء الفريقين، ولكن في هذا الموسم والأداء اللي يقدمونه أعتقد أنه فريق الفتح السعودي أفضل منهم بمراحل، ومع ذلك الهلال استطاع أنه يفوز قبل 10 أيام أو أقل بخمسة أهداف في أرض نادي الفتح، وكان يستطيع أنه يسجل أكثر من ذلك، مع ذلك أمام الغرافة يتعادل بالثلاثة، بينما بيروز الإيراني يذهب ويفوز بأقل مجهود وأقل تكلفة على الفريق الغرافة. بالأمس شاهدنا الشباب الإماراتي ليس بذلك الفريق المرعب أو المخيف، يفتقد لعناصر محلية وأجنبية على مستوى عالي متواجدين خارج التشكيلة، والكاميرا أوضحت وجودهم في المدرجات في الأنويفة. نعم، مع ذلك الفريق الهلالي لا يستطيع أنه يهز المرمى الشبابي إلا من خلال التعادل، من خلال أيضا أؤكد على الشحن أخوي تركي، يعني يمكن شاهدنا في كرة من الكرات كان لاعبي فريق الشباب الإماراتي يحاولوا إخراج الكرة، هناك لاعب مصاب، مع ذلك نشاهد الكابتن سلمان فرج يسحب الكرة قبل خروجها ويلعب الكرة. شايف اللقطة على فكرة؟ اللقطة المباراة اللاعب كان مصاب، في ما طلعت في الشاشة، في لاعب كان مصاب، واللاعب الأجنبي فريق الشباب الإماراتي كان ما طلعت في الشاشة، كان يريد إخراج الكرة، كان يريد إخراج الكرة، مع ذلك سلمان التف على الكرة ولعبها، هذا أيضا من الشحن وأيضا رغبة اللاعبين الهلال. لا اللقطة هذه على فكرة بس لا نبالغ إلى الإمارات، لا على الجناح الأيسر قبل الوصول الكرة كان هناك لاعب، واللاعبين الشباب الإماراتي ينظرون لهذا اللاعب، اللقطة ما ظهرت ويشيرون كنت حاضرها في دبي، ويشيرون لللاعب الهلالي بأن هناك لاعب ساقط، يريدون ما أعتقد أنه في اللاعبين كلهم واقفين على أقدام، اللاعبين ليسوا واقفين على أقدام، مع لأن اللاعبين شباب الإمارات الآن يأشرون لسلمان وغيره من اللاعبين أن إخراج الكرة لأجل هذا اللاعب، لابد أن تخرج الكرة في إصابة أي لاعب، احنا ما نبرر لسلمان الفرج، لكن اللقطة ترى ما طلعت في التلفزيون، لذا كنت حاضرها في دبي ما ادري، لكن التلفزيون ترى ما طلعت. طيب لو حضرتها كمان نرجع للهلال والآسيوية الآن، هي أصبحت مشكلة ولا الناس خلتها أزمة وهي ما هي أزمة أصلا سلمان؟ لا هي فنيا، من ناحية فنية ما هي أزمة، نفسية مثل ما قلت لك أنه مع كثر الضغط الإعلامي ومن كثر المطالبة أصبح حتى عند الإدارة أنه ضغط نفسي وأنه لا نبغى هالبطولة، علما بأن أنا من وجهة نظري مثل ما قال بندر، يعني في بعض المباريات، لا مو بعض المباريات، كثير من المباريات في البطولة الآسيوية، في الدوري السعودي مباريات أقوى منها وبكثير، يعني أنت لما تلاقي مثل الاتحاد والشباب والأهلي والنصر والاتفاق، أنا من وجهة نظري أنه أقوى من كثير من فرق آسيا، لكن للأسف أنه الفريق جالس يلعب وهو مضغوط، ترى نفس المشكله ما هي عند الهلال لوحده، يعني حتى الاهلي مثل ما قلت لك انه ما حقق نتائج ايجابيه من سنوات على مستوى اسيا، يعني اخر 15 مباراه ما فاز الا 3 مباريات على الجزيره الاماراتي ذهاب واياب. طيب والفوز الاخير خالد الطريري يقول لك يا اخي اسال سلمان العنقري ليش يقارن بالخسائر، ليش ما يقارن بارقام الفوز؟ انا ما انتبهت للارقام. اي ارقام الفوز، احنا قلنا الهلال فاز 13 فوز من 25، الاتحاد فاز 14 فوز من 29، والشباب فاز 11 من 23، والأهلي فاز 3 من 15 في آخر 15. جاوبنا على خالد في الأفق في حل بس طبعا ترى التعادلات الهلالية أنا من وجهة نظري أنها تعتبر خسائر، وحتى الاتحاد لما يتعادل على أرضه يعتبر خسارة، الأهلي لما تعادل مع سبهان تعتبر خسارة. في الأفق في بوادر خلنا نقول تفاؤل للمشجع الهلالي، أنا في واحد هنا أرسل لي رسالة يقول يا تركي صدقني الهلال السنة هذه راح يأخذ البطولة. إيه ريان القويفل يقول أنا هلالي وصميم وإحساسي ما يخيب وحاس إن الهلال بيحقق البطولة هالسنة، وتحياتي لك. في 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 أي شيء في الأفق يلوح ويدعو للتفاؤل؟ شوف تركي، هي ما يحتاج لها كثير من الاختراعات، للأسف عندنا بعض النظرات إنه بعض الناس تجي تتكلم إنه أصبحت كرة القدم علم وما علم إلى آخره، البرازيل ما عندهم علم ولا شيء إلى الآن، هم اللي قاعدين يحققون كل البطولات وهم أفضل ناس وكل شيء. كرة القدم واحد، أنت انظر لتاريخ الأندية اللي حققت كأس آسيا سواء على مستوى أنديتنا أو على مستوى الأندية الكورية، حتى دائما ما يكون نجم الفريق
أو خلنا نقول نجوم الفريق الثلاثة الأبرز من أمريكا الجنوبية، وهذا دائما موجود يعني عدا في استثناءات بسيطة. طبعا بيجيك واحد يقول لك لا ترى السد العام حققه مع فارقة، احنا عارفين في بعض الاستثناءات، فبرضو الهلال حققها بدون لعيبة أجانب عام 91، احنا والأندية السعودية الثانية برضو القادسي حققها بدون أجانب يعني، أو لا حققها بأجانب خوزيه. فدائما يكون لاعب من أمريكا الجنوبية، للأسف أنه احنا عندنا، لأن اللاعب من أمريكا الجنوبية يلعب في جميع الملاعب، يعني يلعب في إيران وفي أوزباكستان ويلعب في أفضل ملعب في كوريا وفي اليابان. اللاعب الأوروبي طيب. أنت عارف سلمان، أنت من الضيوف المثيرين، عشان كذا لما تطلع في الحلقة الناس على طول تتجاوب، لأنه أنت تقدم أرقام وفي ناس يعني تقتنع بالأرقام وناس ما تقتنع. أبو طلال يقول لك الاتحاد 2009 وصل للنهائي، 2011 ربع النهائي، كيف الهلال أفضل؟ أنا أقول لك أرقام المباريات ولا أفضل مشاركة للاتحاد وصل النهائي، أفضل مشاركة للهلال مثلا 2010 نصف النهائي، أفضل مشاركة للشباب نصف النهائي 2010، الأهلي أفضل مشاركة له في 2005 كانت، طبعا هو شارك 12 و10 و8 وفي 2005. طيب. احنا نقول آخر يعني آخر ثلاث مشاركات للاتحاد 9 و10 و11، عشان بعد تتضح الرؤية لهم، لعب 25 مباراة الهلال فاز في 13، الاتحاد آخر ثلاث مشاركات لعب 29 مباراة، ما يعني ما في أوضح من كذا. احنا دائما نقول سلمان قبل ما تجي نبغى منك كذا مجموعة من الأرقام، دائما نأكد على هالموضوع، نحتاج بعض الأرقام كذا والمفارقات الجميلة ثلاث مشاركات يعني يقدمها، ودائما الأرقام والمواضيع اللي مثل هذه. وعلى فكرة ترى نختار من 2009 تحديدا، بيجيك واحد يقول لك ليش قلت ثلاث مشاركات مثلا؟ لأنه أصلا دوري المحترفين الآسيوي بدأ من 2009، يعني هو بنظامه المجموعات 32 فريق بدأ من 2009 بالأنظمة الاحترافية. طيب خلينا نشوف التقرير اللي يتحدث عن لجنة الحكام والتصريحات الأخيرة. جهود ملموسة تقوم بها لجنة الحكام هذا الموسم بقيادة رئيسها الأستاذ عمر المهنة تجد رضا غالب المنتمين للوسط الرياضي، فمن خطوات واضحة وملموسة لتطوير الحكم السعودي إلى عقد اجتماعات دورية مع الحكام لتبيان أخطائهم، إلى تطبيق وتفعيل مبدأ الشفافية مع الإعلام الذي فقد كثيرا، كل ذلك انعكس على مستوى التحكيم في مسابقاتنا المحلية التي خفت فيها نبرة الانتقادات من منسوب الأندية كثيرا هذا الموسم. رسالة أخيرة لرئيس اللجنة عمر المهنة وجهها لحكامه في الاجتماع الدوري الأخير، مفادها أن من ليس في مقدوره الثقة لقيادة مباريات الجولتين 25 و26 من دوري زين فعليه الاعتذار. رسالة بليغة انقسم حولها الشارع الرياضي لمشيد ومنتقد، فالإشادة جاءت لمنح رئيس اللجنة حكامه مساحة أكبر من حرية قيادة مباريات الجولة الحاسمة والابتعاد عن الضغوط، وانتقاد تساءل هل هذا التصريح هو إقرار من رئيس اللجنة بعدم وجود الثقة في أحد حكامه؟ لبرنامج كورة ماجد القحطاني. لجنة الحكام والتصريحات الأخيرة، حديث الأستاذ عمر مهنا كان واضح، يقول اللي يعني ما عنده الشجاعة بما معناه الكافي يترك المباريات. طبعا شوف اخوي تركي، يعني يحسب حقيقه للجنه الحكام في الموسمين الاخيرين هو اظهار او تبني بعض الوجوه الصاعده من الحكام، وشاهدنا بعض الحكام الصاعدين في خلال الموسم هذا او الموسم الماضي قدموا حقيقه صافره جيده. ايضا لجنه الحكام في هذا الموسم اختارت انه يكون هناك مناقشه للحكام امام الجميع في مرأة ومسمع، من سواء رجال الاعلام او المسؤولي الانديه، ايضا هذا الامر يحسب للجنه. ولكن ايضا بعض التصريحات المتجنجه او ايضا بعض المعاكسات من رؤساء الانديه او مسؤولي الانديه يجب حقيقه على لجنه الحكام انها يعني تتصدى لها وتوقفها. يمكن في أكثر مناسبة كان هناك يعني بعض التصريحات على اللجنة سواء من خلال رؤساء الأندية أو خلافه، مع ذلك ما شاهدنا اللجنة مثلا تبادر إلى الدفاع عن حكامها، أيضا هي تقسو على حكامها أو أنها يعني توبخ حكامها بشكل يعني بضرب الأمثال لهم من خلال الالتقاءات الشهرية أو الالتقاءات الشهرية، أنه لماذا تم توفيت هذا الخطأ أو لماذا احتسب هذا الخطأ، بينما لو كان لنادي آخر يعني عمر مهنا قاله لبعض الحكام، هذا صحيح حقيقة أمر يحسب للجنة ولكن يجب أنها تدافع عن حكامها. بندر،
سلمان بقدر ما يحسب لهم يعني الشفافيه وكل هالامور اللي الحمد لله يعني هالسنه تغيرت كثير، لكن بقدر ما انه برضو يعني ما تجي تصرح يا عمر المهنه وتجي تقول اللي ما يملك الشجاعه يعتذر. يعني من وجهه نظري انت اللي بتسند وانت اللي بتكلف، ضع التكاليف لمن ترى انه يملك الشجاعه في اداره المباريات. ما تحس ان عمر مهنا يقدم يعني عمل واضح قدام الناس؟ يعني هذا شيء جيد، انا قلت تحسب له الشفافيه والوضوح، وفي حركه تحس الرجل يعني بيتحرك. لا وهذا امر جدا ممتاز ويشكرون عليه. يعني اذا رئيس لجنه الحكام ما يتجاوب مع الاعلام وما يشوف شغله تزعلون؟ لا لا بالعكس، انا اقول يحسب لهم شفافيتهم، ولكن من وجهه نظري انه انت يا عمر مهنا انت اللي تسند وانت اللي توزع التكاليف وانت اللي تعرف هل الحكم يصلح لهالمباراه ولا لا. اذا كنت انت رئيس اللجنه ولا تعرف انه هالحكم يملك الشجاعه في اداره هالمباراه القويه او لا، او باستطاعته ادارتها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، اذا انت رئيس على ايش؟ طيب عبد الله ابو عبد العزيز يقول لك الهلال راح يحقق البطوله الاسيويه السنه هذه، قال يقول سلمان وانا بقول لك. فاصل قصير بعد ما ناخذ لمواصله الحديث في البرنامج. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. سلمان العنقري وبندر رشود وما ضيف حلقه الليله. في سؤال هنا يقول، خلينا نطلع ان شاء الله يكون موجود، يقول انه انت قلت انه ايه موجود لقيته. سلمان العنقري معلوماته غير صحيحه ويريد الانتقاص من الاتحاد. البطوله الابطال بدات عام 2003 مو زي ما يقول 2009. غير صحيح. اعطينا الصحيح. طيب الصحيح اول شيء هي عدل اسمها في 2003، تعديل الاسم مثل دوري ابطال اوروبا لما عدل اعتقد في التسعينات فنفس الامر عدل، لكن كنظامها دوري المحترفين الاسيوي، انا حضرت الورش في الاتحاد الاسيوي وعارف النظام، طبق نظامها في 2009 وشارك فيها 32 فريق. في 2003 لعبت مجمعه في العين لعب فيها الهلال، 2004 كان يلعب فيها 16 فريق ويتاهل الاول فقط، وحتى البطل يشارك في النسخه اللي بعدها. الاتحاد في النسخه اللي هي 2005 لما اخذها مره ثانيه وتاهل لكاس العالم للانديه لعب 6 مباريات فقط، ترى ما لعب دوري مجموعات، لعب دور 8 مباشره، مباراتين ذهاب واياب، مباراتين ذهاب واياب دور الاربعه، وفي النهايه لعب مع العين الاماراتي الذهاب في الامارات. في 2007 كذلك نفس الامر، حتى كانوا يطبقون نظام، حتى 2008 يطبقون نظام انه كاس العالم للانديه في اليابان في حال وصول اي نادي ياباني للنهائي حتى لو تلعب النهائي وتخسر تشارك في كاس العالم للانديه كما حدث لسبهان الايراني في 2007. طيب فالبطوله طبقت بدوري المحترفين الاسيوي على نمط اللي يطبق في اوروبا دوري ابطال 2009. في 2009. طيب هذا جواب لمحمد بن سعيد اللي ارسلنا السؤال. نشوف لجنه الانضباط والعقوبات. مرت فتره من الفترات ولجنه الانضباط لا تفوت شارده ولا وارده تخالف الانظمه في ارض الملعب الا واصدرت في حق مرتكبها أقصى العقوبات فردا كان أو منظومة. لكن في الآونة الأخيرة لاحظ الجميع قلة اتخاذ القرارات، وإن وجدت فإنها تكون مخففة وليست تلك العقوبات التي اعتدنا على سماعها. ولعل العقوبتين الأخيرتين التي صدرت بحق أسامة المولد لاعب الاتحاد بإيقافه مباراة واحدة بعد ضربه المتعمد لعماد الحوسني، وإيقاف مدرب الشباب البلجيكي برودوم لمباراة واحدة وتغريمه 4000 ريال، إنما هي دليل على اختلاف العقوبات حاليا عن السابق. السؤال هو، هل تخفيف العقوبات هو منهاج ستسير عليه لجنة الانضباط دائما، أم أنها فترة رضا من أعضائها على الأندية وبمجرد وجود أي موجة غضب ستعود العقوبات كالسابق؟ مسفر الخثعمي كورة. طيب الموضوع بس هو يقول تقليل من الاتحاد، لا مو تقليل من الاتحاد، الاتحاد يستحق البطولتين. حتى في البطولة الثانية نسخة 2005 ترى على فكرة فاز بالخمسة حتى على فريق كوري في كوريا مباراة ذهاب. طيب ما فيها هذه تقليل. فقرتنا اللي تغيب وتروح وترجع كورة يوب، نتابع كرة يوب لهالأسبوع وبعدين نرجع مواصل الحديث.
فيصل كريري هو صاحب الكلب مبدع وسالم مبدع، ونذكر سالم في كل مرة احنا نتكلم عنه وعن اللاعبين الشبان الجدد انه يعني ما نبغى نكون احنا سبب في 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 هبوط مستوى لاعب بالثناء عليه، ولا نبغى احنا بعد نكون سبب في احباط لاعب ان احنا نتجاهله. اذا تجاهلنا مشكله واذا تكلمنا عنه نخاف نكون مشكله. معنا على الهاتف المعلق الرياضي الشهير الاستاذ عامر عبد الله. مساء الخير ابو عبد الله. مساء الخير استاذ تركي، ومساء الخير للصديقين العزيزين اللي واحد منهم قاطع والثاني متواصل لا زال، بندر وسلمان اخوان واعزاء، وحتى بس عليهم في بس برنامجكم هذه قلنا بسوي اكشن شوي. عطره يا اخي اهلا وسهلا. شوف يا تركي، بالنسبه لمساله يعني اللي الاخ سلمان العنقري في مساله الارشيف والتاريخ والاحصاء والمواجهات والمباريات، شهاده لله وجتني الفرصه اني انا اقولها. الرجل هو يعني معروف هو ينتمي ويشجع اي نادي كل هذه الامور، لكن انا كنت حريص جدا في مساله دخولي الى الرياضه السعوديه خصوصا بحكم التعصب اللي موجود اني اكون دقيق في معلوماتي، لان الكثير ترى موجود في الوسط الرياضي تشكيك على طول، يعني فقط لمجرد التشكيك، فدائما الواحد كان يكون حريص فيها الصراحة. وبدون ما يعرف سلمان يعني كنت أخاف أن مثلا سلمان يكون كحال يعني بعض المؤرخين اللي بحكم اللون مثلا ممكن أنه هو يقول بعض الأشياء اللي لمصلحة فريقه أو ما إلى ذلك. شهادة لله حين 3-4 مواسم وأنا ترى مجحف في حقه، يعني أغلب المعلومات كانت تجيني عن طريقه والأرقام كانت تجيني عن طريقه، وكنت مع دوشة المباراة حتى أنسى ذكر المصدر، فهو اعتذار ملحوق مثل ما يقولون. لا تمون أبو عبد الله وتستاهل والله، يعني شهادة اعتز فيها الله يحفظك. الله يطول عمرك. الحين اجل اي مباراة قادمة اي ارقام تعطيها راح تدخل في الدائرة اللي فيها سلمان العنقري. صدق نفسه بعدين سلمان، لا مو كل الارقام لا لا بس اقول لك راح تدخل في الدائرة اللي فيها سلمان العنقري الان. فاقول لك يا والله يا تركي وربي شاهد على هذا الكلام، بان الرجل دقيق جدا في معلوماته، والشيء اللي ما يعرفه ترى يقول انا ما اعرفه وانا مش متاكد منه، ورغم قوه ذاكرته يعني ما شاء الله تبارك الله، الا ان الرجل دائما يرجع الى الارشيف المخصص له. وانا شخص ترى عانيت كثير حتى في الامارات، لان الارشيف ترى مهمل بطريقه بشعه عندنا وعندكم، يعني عندنا وعندكم الخير في مساله الارشيف، يعني في الاتحادات المحليه ترى ما تحصل شيء يفيدك في مساله تاريخ الانديه واماكن الملاعب الا ان تجد شخص عاصر هذه الفتره وقنن معلوماته بطريقه صعبه جدا. فانا اقول لك انا في الامارات ظليت 5 سنوات كي يكون عندي تاريخ مثلا للدوري الاماراتي والبطولات الاماراتيه، فهذه معاناه كبيره. ابو عبد الله سؤال سريع قبل ما اودعك تودعني عندي مداخله بعد مو بمدح في سلمان بس. اي انا كنت انت تبغى تقول شيء قبل ما اسالك، يمكن تقول لي انا بسالك عنه. ابغى اختلف معاه بالنسبه للبطولات الاسيويه. تفضل. البطولات الآسيوية حسب مفهومي أنها هي بطولة دوري أبطال آسيا انطلقت منذ العام 2003، وبالنسبة للتجمع نعم كان التجمع العين كان مستضيف لمجموعة ومجموعة أخرى أعتقد ما خاطري ذاكرة ممكن كانت في أوزبكستان، كانت في 4 مجموعات أبطالها يتأهلون للدور نصف النهائي، وتم دمج بطولة أبطال الدوري مع كأس الكوس. فأعتقد أن البطولة بدأت فعليا وكانت مسماها على فكرة بطولة السوبر الآسيوية اللي تمج فيها العين. فأعتقد يعني أني دعني أختلف مع سلمان شوي أن البطولة بدأت كمسمى حقيقي أو كبطولة دوري الأبطال الآسيوية من عام 2003، وبعد ذلك دخلت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ومن ثم في 2009 اللي هو تم يعني ضخ دماء جديدة في هذه البطولة اللي هي بمشاركة عبد الله. متفقين احنا المعينة. متفقين أنا هذا اللي وضحته قبل شوي. اي فانا اذا متفقين بهذه الطريقه لاني كنت لا متفقين. انا قلت انه لعبه مجمعه وان 2003 مسماها دوري ابطال اسيا وانها في 2009 بدات بالنظام عدل جديد نفس. طيب ابو عبد الله ابغى اسالك سؤال. علينا كذا بالمعلومات ما زعلت بالتفقين حبيبي عبد الله. ابغى اسالك سؤال وانا اقول للشباب في الاستوديو انه ترى او اطلب من الكنترول يتصلون عليك. سالت سلمان تتوقع الحديث حيكون عن ايش؟ قال لي عندك خلنا نقول شد وجذب في تويتر حول موضوع ال 24 ساعة الأخيرة. شو اللي صاير؟ اللي صار طال عمرك في مباراة البارحة. شوف يا تركي، بعض الأمور ترى يعطي أو بعض الناس يعطون كرة القدم أبعد من وضعها الطبيعي. صحيح. أنا عندي فريقين في الملعب سين وصاد،
ورايي راح اقوله، انا من المعلقين اصحاب الراي، ممكن رايي غلط لكن رايي راح اقوله. ففي بعض المباريات الواحد يستغرب لما تقول كلمه حق مثلا في فريق ليس جماهيري مثلا بالمقارنه بالفريق الاخر، يقول لك انت كيف قلت على الفريق الفلاني او ما الى ذلك. صحيح. انا اللي ابغى اقوله الحق ينقال الفريق ألف أفضل من الفريق باء، تقول الفريق أفضل. صحيح. الحدث اللي صار أنا من خلال تصفحي لتويتر أمس والبحث تفاجأت يعني صراحة من أستاذ قدرة وأعتز فيه الأستاذ عبد العزيز الهدلك، يعني كتب كلمة أن عامر هاجم الهلال، الكلمة قاسية. فأنا كنت يعني أقول سبحان الله يعني جل من لا يسوء، ممكن أنا قايل شيء بالمباراة، فبك أرجو أنك تفيدني يا أستاذ عبد العزيز بالهجوم اللي عامر شن على الهلال، يعني كلمة كبيرة يعني هجوم على الهلال، كلمة يعني ما استلطفتها أنا الصراحة. فقال لي ارجع لشريط المباراة، فقلت له أتمنى منك جملة أو كلمة أنك تقول لي إياها وتوضح بس، وعندي الجرأة أني أعتذر يعني مين عامر في النهاية اللي ما يغلط يعني. فما وجدت للأسف يعني جواب، وأنا كنت أنتظر يعني أكثر من ساعتين وأنا أنتظر. وايضا الاخ نبيل العبودي برقي كبير جدا تداخل وكلام كان جميل جدا وانتقاد لوصفي للحدث، وصفي للحدث هي مباراه الهلال والشباب، اكيد كلكم شاهدتوا اللقطه يا تركي اللي هي لقطه سلمان الفرج. البعض يقول وانا والله هنا لم انظر لان هذا اماراتي وهذا سعودي وكلهم يعني ما عندي مشكله، انا في الوصف في الامامي من حقي اتمنى اللي انا اتمناه لكن في قلبي، لكن في الوصف وفي التعليق كل واحد ياخذ حقه. وفي النهاية تراهم أندية مش منتخبات عشان ما ندخل زيادة عن اللزوم، لكن اللي أبغى أقوله لقطة سلمان الفرج أنا من بداية اللقطة، لو اللقطة موجودة عندك أو موجودة هي في اليوتيوب، من راح سلمان الفرج لأخذ الكرة وأنا أقول لا، لأني عارف أن في مشكلة راح تحدث، لأن البعض يقول لك يا أخي لا يوجد قانون في كرة القدم يجبر اللاعب، ركز معي في هذه النقطة، على إبعاد الكرة، ممكن هو يشوف ان اللاعب يمثل ومن حقه انه يلعب، هذا الكلام لا خلاف عليه، لكن انا اتكلم ان اللاعب كان طايح والكره كانت باقدام لاعبي الهلال، لم يبعدوها لم يلاموا على هذا، الملامه اتت والانتقاد اتى لسلمان الفرج لاعب شاب ونحترمه وامكانياته زينه وكل شيء، لكن اقول لك لاعب الشباب اخذ الكره واراد ابعادها وكان يؤشر ويوضح لسلمان الفرج انه يبعدها لاصابه اللاعب. فجأة الكرة رايحة إلى خارج الملعب، سلمان أخذ الكرة ويلعبها، أنا أقول لو سجل الهدف كان ممكن حدثت كارثة ملعب، كان ممكن يعني وصلنا إلى يعني ما تقدر تحكم أعصاب اللاعبين هذيك الساعة ونحن في غنى، شفتوا انتقل الأشياء للمدرجات وهذا. أضف إلى ذلك أن بعض اللي يكلمني يقول أنت جمهور الشباب كان يغني أو يقول كلام فيها تجريح للهلال، يا أخي والله لم أسمع شيء وإذا سمعت شيء ما راح أطوفه، يعني هذا بالمختصر المفيد. فأنا أتمنى الواحد البعض ما يدخل في النوايا. ورقم اثنين، إذا 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 في إعلامي راح ينتقد يعني عامر راح ينتقد الآن تركي العجمة وأقول أن تركي هاجم سلمان العنقري، ما أرميها جزافة، أقول أن واحد واثنين وثلاثة هذا هو تهجمك يا تركي، هذه ما فيها رأي، هذه معلومة. طيب. معلومة قد تؤجج المشاعر، ولذلك هم أخوان وأعزاء وأساتذة نعتز بهم، لكن كان ودي أن يكون التوضيح بهذه الطريقة وأنا ما أجد جواب يعني للأسف. الأستاذ عامر عبد الله المعلق الرياضي المعروف، شكرا جزيلا لك. شكرا لوجودك معنا. عندك تعليق سريع قبل ما نروح الفاصل؟ ترى الشباب أشغلوا. أنا كنت أبغى أقول لك أخوي تركي، اسأل اسال الزميل العامل هل اللاعب كان واقع لاعب الشباب، هو من غير ما تساله هو قال، لاني انا تكلمت في هذا الموضوع بس الزميل سلمان تهكم علي وقال انت شكلك حاضر المباراه، يعني الكره كانت واضحه. الان معلق المباراه اللي علق القناه لاين سبورت يؤكد انه اللاعب كان واقع. من علق منه؟ انا ايش اقول؟ علق من الملعب، هو يقول انا ما اسمع في الملعب، الملعب فيه مختلف، انا اقول لك في التلفزيون ما شفنا شيء. لا هي الكره واضحه يا سلمان، يعني معلش الكره واضحه، واضح ان اللعب الان رتم اللعب توقف، اللاعبين ياشرون ان فيه لاعب واقع. طيب. معناته انه يا سلمان اترك الكره حتى الظهير الايمن فقط. معلش سلمان، حتى لو اللاعب وقف بعد وقوعه يفترض ان سلمان يرجع الكره للاعبي الشباب الاماراتي ولا يعكسها، لانه فعلا لو صار هدف يمكن يحدث ما لا يحمد عقباه في هذه المباراه. شتتها سالم علشان يفتك. فاصل قصير، ما اتوقع انه كريم. فاصل قصير بعده نعود للجزء الاخير من الحلقه. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الأخير من الحلقة. سلمان العنقري وبندر رشود هم ضيوف الحلقة، حتى في الفاصل كنا نواصل الحديث على اللي نهينا فيه الجزء قبل الأخير من الحلقة.
شوف مقالة اليوم بين قوسين للكاتب الأستاذ المساعد العصيمي الإعلاميون إخوان الشياطين. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب سعد العصيمي بصحيفة الشرق الأوسط التي حملت عنوان الإعلاميين إخوان الشياطين، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارة التالية: حينما رأى محمد بديع مرشد الإخوان في مصر أن الشيطان الذي أوحى لسحرة فرعون هو من يوحي للإعلاميين المصريين أن الإخوان مدمرون مقبلون لمصر، لم نتفاجأ من هذا الوصف، ليس اتفاقا مع مضمونه بل اتساقا مع مفرداته، حيث أن جعل الإعلاميين كإخوان للشيطان أو متأثرين بهم، كلمات حاضرة التداول في العالم العربي، ليس سياسيا كتبعات أحداث بورسعيد الدامية على الإعلام كمحرض، وتسابق لفعل ذلك الساسة ونقاد الرياضة وحتى المفكرين ورجال الدين، وتجاوز الأمر إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو قالها وبالعبارة الصريحة أن الإعلام المصري يتحمل جزءا من مسؤولية كارثة ملعب بورسعيد، فأي وصف ينطبق عليهم بعد ذلك؟ تلك حكايات مصرية، لكن ماذا يحدث في السعودية؟ وإن كنا ولله الحمد لم يبلغ حد الدماء، لكنه في وصفه الأمثل من قبل كثيرين سبيل لبث البغضاء والفرقة، حتى بات التصارع الفكري والمعلوماتي بين الجماهير عنوانا لرفض الآخر وازدرائه، والسبب أن هناك بعض إعلام منفلت من عقاله قد دفع ذلك. وإذا ما تسنى لنا الاطلاع على القنوات التلفزيونية المعنية ببرامج الكرة السعودية، فليس بمقدور أي مطلع حصيف موضوعي إلا أن يشير إلى أن كثيرا منها يعيث فسادا في الفكر الرياضي، بل يدعو إلى الفرقة والاختلاف، حتى بات النادي الآخر ليس منافسا بل عدوا يتمنى تدميره. واختتم الكاتب مقالته قائلا: مشكلة الإعلام الرياضي السعودي كما المصري تكمن في حالات الانفلات والتدليس التي أراد بعض الإعلام أن تكون عونا له على بعض انتشار في ظل العدد الكبير جدا من المتنافسين على كعكة الكرة السعودية ومثيلتها في مصر، ولم يكن هناك سبيل إلى أن تكون عقلانيا مقنعا حصيفا. ولكن ما الحل في حالات الانفلات والتدليس التي أراد بعض الإعلاميين أن تكون عونا له على بعض انتشار في ظل العدد الكبير جدا من المتنافسين على كعكة الكرة السعودية ومثيلتها في مصر، ولم يكن هناك سبيل إلى أن تكون عقلانيا مقنعا حصيفا. ولكن ما الحل إذا كان هناك من استطاع بكل جدارة أن يفعل ذلك وينال الجزء الأكبر من الكعكة؟ فإذا لم أستطع أن أنافسه بالحصافة فلا بأس، فدور المهرج التافه المتوتر المحرض يستقطب جمهورا يحب الضحك والإثارة. لذلك كان هناك من استطاع أن ينال جزءا من الكعكة عبر هذا الدور، فهل هم ممن أوحى لهم الشيطان؟ المقالة هذه حتترك ردود فعل كثير، أنا أعرف، وراح نترك التعليق عليها في الأيام القادمة. لكن في مقال ثاني وصلنا على تويتر وحبينا نختم فيه حلقة اليوم، من مشجعين شبابيين يجدون في المقال هذا واقعية في الطرح، ومشجعين أهلاويين لما نحط لأنه هذا على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج كرة صار فيه عليه صراع، يرون أنه هذا المقال فيه الاستفزاز للأهلاوي. راح أقرأ جزئيات المقال وأخذ تعليقكم عليه. المقال هو اسمه الشباب الراقي بين قوسين الراقي، عبد الله للكاتب عبد الله الحربي بصحيفة الرياضي، يقول: لما تعجب من حقيقة انكشاف أقنعة بعض المنادين بإغلاق طرق التعايش الرياضي مع رئيس الشباب خالد البلطان لمعرفة الأكيدة بأن هناك من يجد نفسه كثيرا في نظام التبعية، هؤلاء لديهم الظن أن من الجرم أن تخرج شخصية من العامة تحمل لواء الفكر الرياضي بكل جدارة واستحقاق. ما نلمسه حاليا من حملة إعلامية تجاه البلطان يظن صانعوها بأنها مؤثرة لا يعدو كونها لعب عيال وخربشات الصغار هنا وهناك، فهو سيناريو يتكرر علينا بنظام القص واللزق واللصق
كلما وجدت البطولات والإنجازات أو وجدت البطولات والإنجازات وظلتها بعيدا عن عشقهم، ولأن هناك فرق ما بين من يدفع الملايين من أجل الارتقاء بناديه وفرق من يمتطي صهوة الثرثرة ليقرر بعبثية من يبقى ومن يغادر المسرح الرياضي ومسح لحظات حزينة لصفعات وذكريات مؤلمة حملت ختم الكبار. في الجزئية من المقال الثاني يقول قالوا قديما ما يفعله رجل في ألف رجل أدهى وأمر ممن يفعله ألف رجل. مو واضح عندي هنا مو مطبوع بشكل جيد، لكن في جزئية الأخيرة يقول ولأن هؤلاء عاشقوا الضرب من تحت الحزام وإقامة الأسلاك الشائكة والصاعقة بينهم وبين الأخلاق والمبادئ الرياضية، لا عجب أن لا يرتضوا للآخرين منا ما يرتضوه لأنفسهم بعد أن بدأوا الضربة وكان البادئ مع الشباب أظلم. اللي استفز الأهلاويين أكثر أنه لما ذكر في الأخير وكيف وجد له مساحة في درب الكبار بفضل منهجية فكر وعمل بمجهود الخالدين وعمل بمجهود الخالدين فحق لنا تسميته براقي، يتحدث عن هذا الشباب. الشبابين لما أرسلوا المقال يرون هذا المقال يعني في وصف طبيعي للحال، الأهلاويين وجدوا هذا المقال في الكثير من الاستفزاز. سلمان، أنا من وجهة نظري أول شيء لا نحمل الكرة أكثر ما تحتمل، يعني أخونا الأستاذ عامر عبد الله قال كلمة لا نحمل الكرة أكثر ما تحتمل، يعني العملية تصير شحن والعملية استفزاز وما استفزاز. واحد وصف نادي مثلا أو يحب لنادي الشباب وصفه بالراقي، إيش الإشكالية فيها يعني للأهلاويين؟ أنا من وجهة نظري. بندر، تعليق سريع. طبعا هو صراع بين الناديين انعكس على جماهيرهم في ظل في تنافس على بطولة مسابقة الدوري. طيب نشوف ضيف حلقة الغد عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال، وعبد الله الفرج الكاتب والناقد الرياضي المعروف. طيب في مقال ثاني بعد للكاتبة الأستاذة بنت الوطن اسمه الشركات المساهمة والخصخصة إلى من يهمه الأمر، مقال يستحق القراءة موجود اليوم في صحيفة عكاظ، بإمكان الجميع الدخول عن طريق الإنترنت والقراءة المقال، مقال يعني يستحق التوقف. سلمان شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، نتمنى إن شاء الله نكون قدمنا المفيد ووضحنا بعض النقاط لبعض الجماهير، وإن شاء الله ما نكون ثقيلين على الجمهور وعلى المستمعين وعلى المشاهدين. شكرا لك أخوي تركي، شكرا لفريق العمل، وعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.